السلام عليكم، صباح الخير. بعدا مش عارف سمعتي العشرة كنصور مع عشرة الصباح، قولوا راني ما حاتكاش، قولوا راني ما مشروع يوتيوبوز فاشلة بجميع المقاييس. باش نقدروا نستمروا على واحد العادة خصنا نعرفوا الامباكت ديال على حياتنا. شنو تقدر تزيدنا، شنو تقدر تزيدنا في حياتنا، في شخصيتنا، باش نحافظوا على صلاة الفجر ولا ما كناش تنواضعوا عليها وبغينا نبداو اننا نحافظوا عليها، خصني نوجد قلبي بعدا باش نحاول نجهد نفسي ملي نفيق مع 5 الصباح مع 4 الصباح باش نصلي في الوقت، في الوقت اللي انا محتاجه اني ندرس، ونص ساعه كتولي زايده فيك، مع ذلك كتجهدي نفسك باش تنوضي. جهد النفس راه كيبقى صعيب علينا كاملين، واه كتحسي بها واخا كتقدري تنوضي، وشي مرات ما كتقدريش تنوضي. حنا كنبقاو في جهاد نفس مستمر، ما كاينش الوصول، ما تنوصلوش. يعني الا قدرنا نحافظوا على صلاه الفجر بفضل الله بيان سور، فراك ديما خصك تحاولي تجهدي نفسك بانك تحافظي عليها. نقدر نجهد نفسي، نوجد قلبي، نسمع الفضل ديالها. شوفي انت الى داعيه كتبغي تسمعي ليه، شوفي الاثر ديالها، الفضل ديالها، عمري عمري قلبك هكا باش قلبنا كيولي طاوعنا بشويه بشويه اننا نستمروا اننا نفيقوا. واخا تجيك في الاول صعيبه، او المره الثانيه صعيبه، والثالثه صعيبه، وما تحاليش بانك راك انت بوحدك وهادشي كيوقع لك غير انت. لا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاول حاجه نسمعوا الفضل ديال صلاه الفجر قبل ما ننسوا، هكا كتكون اخر حاجه عقلنا دخلت لي هي اننا باغيين نصليو صلاه الفجر. غادي ننوي بانني غنوض لصلاه الفجر، النيه بعدا نوجدو بعدا باش نقدروا نوضو. دعاء 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 دعاء، يا ربي نوض لصلاه الفجر. ربي راه تيسمعنا بجميع اللغات، قولي اللي بغيتي، المهم دعي. اذكار النوم ما تنسيهمش، اذكار النوم اذكار النوم اذكار النوم. الى ما حافظهم ابليكاسيون في التليفون اذان، وكيعطيك الاذكار الصباح المساء واذكار النوم، فيها كلشي. الابليكاسيون ما يمكنش ما نكونش مدخلاه في التليفون، هي الابليكاسيون ديال الاذان وديال الصلاه، ما يمكنش. شويه بشويه غادي تحفظيهم، راه بافورس ما تولي كليهم راه تحفظيهم، ما تبقايش تحتاجي اصلا التليفون. ويمكنش عاوتاني نعسو معطلين بزاف ونوضو مع 5 الصباح، صعيبه. شي مرات ملي كيولي تخربق ليا الناس نصلي الفجر والناس، دونك كنبقى شاده حتى الخمسه وزياده، وهادشي راه ما مزيانش. ولا شي مرات غادي نعس وما نصليش، انا نقادو نعاسنا باش حتى هو يعاوننا. انا ما يمكنش نطلب من راسنا ينعس ساعتين ونتسناو انه ينوض، فحتى النعاس راه تيلعب دور مهم بزاف. بالنسبه للغيفي انا تنديرو على الاذان نيشان باش يكون تاذن الغيفي، تيصوني حطيه بعيد عليك باش ملي صوني غادي تضطري انك تنوضي، وملي غادي تمشي غتصحصحي كثر وتقولي لا انا داير الغيفي باش نوض الفجر، ومع الاذان غادي تقدري تنوضي. دونك ما حطوش التليفون حدانا حيت يوم نرجعو نعسو. فعلا راه الفياق بكري والصلاه ديال الفجر في وقتها راه كتعطيك واحد البركه في النهار ديالك سبحان الله، وكتيسر لك شي حوايج وشي امور في حياتك، تولي عندك واحد الانرجي، واحد الراحه نفسيه، واحد الاقبال على اي حاجه كديريها في نهارك. دونك هذاك لا روتين اللي غادي يزيد يعاونك بانك تفيق، كل وحده لو مود دو في ديالها. يعني فريمون هذاك الصباح كتعطيك واحد الوقيته ديال انك تكوني بروديكتيف اكثر، وتلقاي الوقت لشي حوايج انت تقولي لا ما غنديهمش حيت ما عنديش الوقت. لا بيرسيفيرونس مهمه، مثابرة واستمرارية، وانك تصبري، تكون لا ريزيستانس عليك، واخا تكون هذيك حتى واحد الرفض داخلي، حتى راسك ما كيكونش معاونك، هادشي كيحتاج للصبر وكيحتاج للاستمرارية. كتكوني عارفة خصك تصبري لان الامور من بعد غادي تبدل باذن الله وبالفضل ديال الله، وتولي الامور ميسرة عليك اكثر. من جهة اخرى تعلمت انه لا فليكسيبيليتي هي مهمة بزاف، يعني نخرج من داك البلاك اند وايت ثينكين، يعني يا كحله يا بيضه. لا، فالنهار اللي وليت كنطور راسي من هاد الناحيه، ناحيه المرونه، نهار داز عليا ما بصليتش، ما نقولش لا واش انا شحال وانا تنحاول نصلي وصافي، جا واحد النهار واليومين واحد البيريود ما تنصليش فيها، صافي ما نقدرش نستمر في الصلاه ديال الفجر. لا، ما تصليش نهار خاصك ترجعي الغد ليه، تحاولي ما امكن انك ما تطوليش، حيت داك التطوال كيعلمنا العجز، وما كتبقيش تحسي براسك بانك كديري شي حاجه ما هياش. يعني سبحان الله راه ملي كتولي في صلاه الفجر كيجيك نهار ما تصليش، هذاك النهار كتحسي بيه ماشي وحدك، النفسيه عندك
سبحان الله. كتولي كتحس براسك بحال مخنوقه. ما صليتش نهار رجع قلت لي ونحاولوا ديما ديما داك الرجوع يكون سريع ما نطولوش. يعني مش مساله شهر شهرين ثلاث شهور، مساله حياه. يعني فريمون ما خصناش نفكروا في ديك واخا انا خصني واحد 3 موا باش نولف، لا خصنا نفكر بانه هذا راه حياه كامله ومش ديما كتبقى على لو ميم ريتم. دونك لا فليكسيبيليتي مهمه، وتعرفي ترجعي راسك، تعرفي ترجعي راسك سي لو بلوز امبورطون. الريتم ديال حياتنا تيتبدل من فتره لفتره، دونك واحد يعرف يرجع راسو. دونك المرونه مهمه جدا وماشي مساله كي قلت شهر ولا شهرين. وما نساوش حتى حاجه ما كتضيع عند الله.